بصراحه يا ابي انا لا هقدر اقعد في البيت ده ثانيه واحده ولا هقدر اعيش معاكم زي الاول طول ما انت وابله صابرين متخانقين مع بعض. بجد يا عاطف مش هتقدر؟ اه. طب ده شيء يسعدني على فكره، انا ممكن اقتل صابرين واخلص. انا بتكلم بجد يا ابي. عاطف الموضوع ده ما تتكلمش فيه تاني، انا اصلا سامحتك انت بالعافيه. انا عايزك تسمعني بس يا ابي رضا، انا كنت مع ابله صابرين في الموضوع ده ثانيه بثانيه ولحظه بلحظه. اللي كانت بتقولي لما كنت بغني ما كنتش شايفه غير ابي رضا قدامي بس، زي ما كنت بتغني ليك انت لوحدك. اه هي مش شايفه غيري بس الناس كلها شايفاها. ويفرق في ايه الناس؟ هو حد كان يقدر يكلمها؟ ده لما واحد حب يكلمها فتحت له دماغه. مين دي؟ صابرين؟ ايوه يا بيه انا شفتها بعيني. انا كنت ناوي اقول لك عشان بعد الجواز ما تزعلهاش، احسن دي ايدها طرشة، دي ست ب 100 راجل. شايف الكلام؟ بقول لك ايه يا حليمه، انا مش ناقص. هتقولي ايه؟ اذا كان الواد اللي لسه بيعرفها من كام يوم عرف معدنها وصعبان عليه، وانت اللي بقالك معاها سنين طلعت ولا كانك تعرفها خالص. والله البت دي خساره فيك. يوه وبعدين بقى؟ اسمعني بس يا ابي رضا، اللي بينك وقبل صابرين قصه حب كبيره، انتوا استحملتوا بعض حاجات كتير، انتوا عاملين زي القصص الاسطوريه العظيمه. اه قصه ليلى، عنتر وعبله، عاطف ونسمه. مين عاطف ونسمه؟ انا اختك. اسكت يا عاطف. حاضر يا ابي. ما قلتليش يا فهمي، انت ناوي تكمل دراسه فين؟ انا ان شاء الله يا فندم مترشح ان انا يعني اتعين في الكليه. بس ده مش كفايه، انت لازم تكمل دراسات بره. مامي فهمي مش ناوي يسافر بره. يبقى اكيد محضر عياده، انت مش عايز تضيع وقت صح؟ حضرتك يعني هو لسه شويه بدري على الخطوه دي يعني. نسمه بالراحه شويه، انت مش شايفه بتعملي ايه؟ انا اسفه يا فندم. بقول لك يا حبيبي، انت لو محتاج عياده انا عندي واحده زميلتي عندها عياده تجنن في وسط البلد، انا ممكن اكلمها لك. لو ما كانش المشوار بعيد على موني انا ما كنتش فوتت الفرصه دي. يا فندم انا قلت لحضرتك يعني الموضوع ده لسه بدري عليه شويه. مساج بقى في كعب رجلي لو سمحتي. حاضر. سوري يا فهمي، كنت بتقول ايه يا حبيبي؟ فهمي يا ماي مش ناوي يفتح عياده غير بعد ما يخلص الماجستير. امال هيعمل ايه لما يخلص؟ هشتغل حضرتك في المستشفى، ده بجانب اللي انا ان شاء الله هتعين يعني. بس ده مش كفايه يا حبيبي، انت لازم تدور على عياده. ان شاء الله. ما قلتليش بقى يا حبيبي، انت ليك اخوات ايه؟ ليه؟ ليه ثلاث اخوات يا ماما؟ والله ما شاء الله، لازم ينورونا مع والدتك ان شاء الله. اكيد يا فندم اكيد طبعا. قولي بقى هما اكبر منك ولا اصغر؟ انا عندي اخ واخت اكبر مني وفي فريد بقى الصغير. والكبير بيشتغل ايه؟ بيشتغل رضا يا مامي اخوه ممرض في مستشفى وشاطر جدا، وكان زمان في كليه الطب بس سابها لما باباها متوفى. واختك شغاله ايه روح؟ اختي انا خلصتيها هنا. برافو عليكي يا نسمه، انت ممتازه. خدي يا حبيبتي. لا شكرا كتر خيرك. ده تبس ليكي غير المحل خالص. خدي يا حبيبتي، وقبل ما تمشي عدي على المطبخ تاخدي غداكي. كتر خيرك يا هنا، انا مش جعانه. طب تحبي حد من السواقين يوصلك ولا تروحي مع فهمي؟ ايه يا مامي تروح مع فهمي ازاي يعني؟ عادي، ما هم اخوات. هو انت ما تعرفيش ان نسمه تبقى اخت فهمي؟ فهمي استنى، فهمي ادخل. رضا انا اسف يا صابرين، ماما وعاطف حكولي على كل حاجة وعرفت ان انت عملت كل ده عشان خاطري، وانا على فكرة لو كنت اتعصبت عليك يعني عملت كل ده عشان خاطرك عشان بحبك. انت اللي اسف يا رضا، ده انا اللي اسفه اني عملت كده من وراك، انت اغلى حد عندي في الدنيا دي والله يا رضا. بس بقى يا جماعة اصل انا ما بستحملش المواقف الجميلة دي. انا شايف دلوقتي ان انت لازم تردها يا ابي. وانا مستنيك يا هبل انت عشان تقول لي اردها. انا رحت لشيخ الجامع واتكلمت معاه فعلا وعرفت هردها ازاي. صابرين حبات اللي دادي على ذمتي. بس خلي بالك بقى يا رضا، عشان الراجل ليه ثلاث طلقات، ادي واحده ضاعت كده فاضل اتنين، اياك بقى تتحمق تاني وتنطقها. ولا عمري هنطقها تاني بعد النهارده يا صبور. سبحان الله، شوف يعني انت طلعتها هنا في الكباري ورديتها هنا في الكباري. عليا النعمه الكباري ده في حاجه لله. اسكت يا عاطف. حاضر يا ابي. انا بقى بالمناسبه السعيده دي اسماعيل عازمك على العشاء.
انا اعرف واحد بتاع كبده هايل، انا مجربه، اسمه ملك الكبده. مش ده بتاع كبده الحمير؟ ها؟ اخرس يا عاطف. حاضر حاضر. نمرتك يا فنانه. ثانيه واحده عشان انا مستنيه اللحظه دي بقالي كتير قوي. مفيش نمر تاني خلاص، صابرين مش هتغني تاني ابدا. ليه كده يا ماما؟ ليه؟ ليه كده ايه؟ انت مش عارفه انت عملتي ايه؟ لا مش عارفه، هي مش دي اخته ولا واحده لزقتها له من الشارع؟ لا بس انت احرجتيه. هو اللي مش واثق من نفسه. فهمي؟ فهمي مش كده خالص. ولما هو مش كده سكت ليه وما اتكلمش؟ سامحه ليه تعمل حاجه هو رافضها؟ عشان ما كانش عنده حل تاني. ليه بقى ان شاء الله؟ اللي واثق من نفسه ومن اهله كان واقف وقال انها اخته، انت ليه عايزاني اقبل اهله اللي هو مستعر منهم؟ فهمي عمره ما استعر من اهله، بالعكس انا من ساعه ما عرفته هو بيقول ان هو من اسره بسيطه وفخور بيهم جدا. واللي فخور ده ما قالش على شغله اخته ليه؟ عشان ما جاتش مناسبه نتكلم عليها. انا عرفت شغل اخوه لانه طول الوقت بيحكي عنه، لكن اخته ما جبناش سيرتها اصلا. ده كلام بتبرر له بيه موقفه اللي واضح مش محتاج كلام. لا يا ماما، دي حقيقه البني ادم اللي جبتيها زقتيه هو واخته هنا وحطيتيهم في موقف محدش يستحمله. الموقف ده هيبقى حياتك بعد كده، وهم دول اللي هتعيشي في وسطهم وهيبقوا اهل ولادك. تخيلي موقفك كده وانت عند واحده صاحبتك ويحصل نفس اللي حصل النهارده، يا ترى وقتها هتعملي ايه؟ هتقولي دي اخت جوزك ولا هتسكتي زي فهمي؟ يا بنتي يا بنتي، الجواز مش واحد وواحده بس، الجواز عيله. في الخارجيه لما بيختاروا سفير بيسالوا مين والده ومين والدته، مين اخته مين اخوه. هو جوزك لازم يكون كده. بس دي حياتي يا ماما مش سفاره، حياتي اللي انا عايزاها تبقى مليانه حب مش شويه مظاهر. لو انا بفكر في المظاهر كنت وافقت على شادي زي ما انت عايزه، لكن انا اخترت قلبي وهفضل مصممه على موقفي. حتى بعد اللي شفتيه وعرفتيه؟ بالعكس بقى، اللي شفته ده كبر فهمي في عينيا اكتر وخلاني احترمه اكتر واكتر. عن اذنك. زعلان مني؟ فضلك يا نسمة سيبيني لوحدي واخرجي بره دلوقتي. ليه يا فهمي؟ طب انا عملت ايه عشان كل ده بس؟ مش عارفه انت عملت ايه؟ ايه اللي وداك عند الناس دي يا نسمة؟ شغل والله العظيم شغل. وبعدين شغل ايه؟ شغل ايه يا نسمة؟ احنا مش اتفقنا بعد حوار عمك بقاش بنروح للناس في البيوت؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا فهمي؟ شغلي عايز كده اعمل ايه؟ يبقى سيب الشغل اللي ما بيجيبش من غير قله القيمه ده. يعني ايه سيب الشغل؟ يعني انت اختنا وملزمه مننا لو عايزه حاجه قولي يا ستي، بس بلاش الشغل ده. مالك يا واد شايل اختك كده ليه؟ وشغل ايه يعني امك اللي انت عايزها تسيب؟ انت يا واد كل يومين تيجي مقلوب علينا عشان خاطر المحروسه وتشوط في حد فينا؟ امنيه ملهاش دعوه بالموضوع ده يا ماما. ولما هي ملهاش دعوه يا اخوي بتعمل في اختك كده ليه؟ عشان اختي زلتني. لا يا عين امك، اللي زلك هو اللي حطك في الوضع ده وهو قاصد، اللي خلاك تشوف اختك بالشكل ده وهي ما عملتش حاجه غير شغلها، اللي حب يحسسك انك قليل عشان يكسرك ويخليك عامل زي ما انت كده دلوقتي. خلاص يا ماما خلاص. لا مش خلاص لسه، ما هو لازم يعرف كل حاجه. انت عارف ان ابو المحروسه هدد اخوك رضا وخلاه عايز يسيب المستشفى اللي قضى فيها سنين عشان خاطرك؟ وايه علاقه ابي رضا بابوها؟ ما ابوها يا اخويا طلع مدير المستشفى اللي اخوك بيشتغل فيها، يعني امها تذل اختك وابوها يهدد اخوك وانت بقى جاي زعلان عشانها قوي؟ دي ناس شايفاك قليل مستعرين منك ومن اهلك يا دكتور، اهلك اللي بيحبوك ويتمنوا لك الرضا ترضى، يبقى ده جزاتهم في الاخر. خلاص يا ماما خلاص كفايه كده. خلاص يا بنتي، الظاهر انها ركبت ودلدلت رجليها، عليه العوض ومنه العوض. ممكن افهم ايه اللي انت عملتيه ده يا دكتوره؟ انت هتعمل زي بنتك اللي عملته ده عشانها؟ وكان لازمته ايه ده كله؟ ما انا مكلمك في التليفون وقلت لك ان انا كلمت اخوه وخلصت الموضوع. تفتكر واحد زي اخوه بالاخلاق اللي انت حكيت لي عليها هيسمع كلامك؟ غصب عنه كان هيسمع. انت بتضحك على نفسك يا مراد، الناس دي بالنسبه لهم بنتك لقيه صيده، بنت غنيه هتورث كل حاجه مش هيسيبوها بالسهل. فلنفترض اللي انت بتقوليه ده حقيقه، يبقى لازم نشغل عقلنا مش نديهم الفرصه.
اللي انت عملتيه ده هيخلي البنت تتعلق بيه اكتر، لانها هتحس انه مظلوم وضحيه. انا كشفته قدامها، واجهته بحقيقته اللي مخبيها وعايزها تكتشفها بعد الجواز. يا دكتوره انت لعبت على المنطقه اللي انا حذرتك تقربي منها، لعبت على فقر الولد، ومش هي دي المشكله. ولعلمك لو كان اخوه ده انسان كويس انا كنت وقفت جنبها ووافقت. توافق على مين؟ ده بتقول يا مراد؟ انا عمري ما حكمت على حد بفقره او غناه. لعلمك يا دكتوره اكبر الدكاتره في البلد دي من اسر بسيطه، انا واحد منهم. الفقر مش عيب يا دكتوره، لكن العيب اللي حضرتك عملتيه. انت ازاي بتكلمني كده؟ وانت ازاي تدوسي على قلب بنتك وتخليها تنهار بالشكل ده؟ ازاي تسمحي لنفسك تهيني ولد وبنت ممكن يكونوا غلابه ومش زي اخوهم خالص؟ ولما ممكن يكونوا غلابه وافقتني ليه؟ لان عشان دي بنتي الوحيده، ما اقدرش اخد الريسك ده، بس ما اتعب وادور على احسن انسان مناسب ليها. عموما انا حاولت بطريقتي وانت حاولت بطريقتك، خلينا نشوف مين فينا طريقته اللي هتنجح. دي مش مباراه ولا سباق يا دكتوره، للاسف دي حياه بنتك الوحيده. مساء الخير يا فهم. مساء الخير يا بيه. بيه هو انت ليه ما قلتليش ان بابا امنيه يبقى مدير المستشفى بتاعتك؟ وانت عرفت؟ حليمه دي ما بيتبلش في بقها فوله ابدا. انت خبيت عليها ليه يا بيه؟ ما حبيتش اكون سبب في مشكله تحصل بينك وبين امنيه. كنت تفضل ساكت حتى بعد ما يهددك؟ يا ابني ولا يهمك. انا اصلا كده كده كنت ناوي اسيب المستشفى. عادي يعني. ممكن اشتغل في اي حته. مش هتفرق معايا. انا اللي يفرق معايا انت يا فهمي. نفسي اشوفك مبسوط. انت مش اخويا، انت ابني. انا مش هسكت لهم على فكره، وهعرف اجيب لك حقك كويس. اوعى تعمل كده، اوعى. تبقى فرقت ايه عنهم؟ انت عايز نسكت يا بيه بعد القلاعه عملوه معاك انت ونسمه؟ البت مش وحشه، البت بتحبك. أنا قعدت واتكلمت معاها، وهي مش ذنبها إن أبوها وأمها بيفكروا بالشكل ده. أيوه يا بيه، بس أنا من ساعة ماما ما قالت لي وأنا قاعد بغلي من جواي. حلو أوي. أنا عايزك تغلي من جواك، بس عايزك تستغل الغليان ده في حاجة مفيدة. اثبت لهم إن تفكيرهم غلط، وغل واجتهد وانجح وتعين في الجامعة، وبعد كده غل واجتهد أكتر لغاية ما تبقى أحسن دكتور في مصر. ساعتها بس تبقى ردت لهم الألم صح. يعني ايه رجعت له بعد ما ضربك وهزاك قدام الناس؟ يعني كان المطلوب منه يعمل ايه بعد ما شافني بعمل كده من غير علمه؟ وانت كمان بتدافع عنه يا بت؟ طبعا. وقال لك بطلي الشغل؟ اكيد طبعا. يا سلام. وبعد ما الشقه هتجيبوه منين؟ لا ما تقلقيش، رضا اتصرف خلاص. استني هنا، وابوكي اللي عايز فلوس قد كده جوه السجن هنعمل ايه فيه؟ والله زي ما كان هيتصرف قبل كده يبقى يتصرف دلوقتي. منين يا حسره؟ ما انت يا اختي عارفه البير وغطاه. على العموم يا جمالات انا مش هرمي ابويا، ولو ربنا هيقدرني عليه ان شاء الله هبقى اعمله. وانا هتصرف ازاي واصرف على البيت المفتوح ده منين؟ اه بقى هي الحكايه كده. انت ولا فارق معاكي شقه، ولا فارق معاكي ابويا، ولا فارق معاكي انا، ولا فارق معاكي اي حد غير نفسك. والفرخه اللي بتبيض لك كل يوم 1000 جنيه ومش مهم بقى هي بتحس بايه، ولا بيجرى فيها ايه، ولا بيحصل فيها ايه. كان بيحصل لك ايه يا حبيبتي؟ كنت بتروحي ساعه زمن تعدي 1000 جنيه وترجعي حد لاقي. طب ما دام انت شايفه الموضوع سهل قوي كده، ما تروحي انت تجربي. يا ريت يا اختي كان ينفع، ما كنتش قعدت دقيقه واحده في البيت المخروب ده. البيت المخروب ده؟ طب ما تستني شويه على كلمه المخروب دي، مش على طول كده يا جمالات. قصدك ايه يا صابرين؟ ما قصديش. تصبحي على خير عشان داخله انام. ممكن اعرف بقى انت مختفي فين كل ده وما بتردش على تليفوناتي ليه؟ كنت محتاج افصل شويه. تفصل من مين يا فهمي؟ من انا؟ افصل من كل حاجه يا امنيه. طب على الاقل رد عليا. يعني رد عليك عشان تقولي لي ايه؟ انا اسفه واللي حصل غصب عني. طب ما انا عارف. طب ولما انت عارف بتعمل معايا كده ليه؟ عشان الموضوع ما بقاش انا وانت بس، الموضوع بقى اكبر مني ومنك. ممكن ما تبقاش حساس قوي كده،
ولو على نسمه يا سيدي انا مستعده اروح لحد عندها وابوس راسها كمان. طب وابي رضا هتعملي له ايه ده كمان؟ هتعوضيه على الوظيفه اللي باباكي هدده ان هو يرفضه منها لو انا وانت ما سبناش بعض؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بابا مستحيل يعمل كده. لا عمل، وابي رضا ما رضيش يقول لي، وانا عرفت بالصدفه يوم موضوع نسمه، ويوميها بس فهمت كويس ان انا وانت ما ينفعش نكمل مع بعض، وان الوهم اللي احنا عايشين فيه ده لازم نفوق منه. انت بتقول ايه يا فهمي؟ بقول لك ان خلاص كفايه لحد كده، كفايه تهزيق وقله قيمه، احنا فعلا ما ينفعش نبقى مع بعض، كل واحد يعيش عيشه اهله. بعد اذنك يا امنيه، اخر مره هتكلم معاكي فيها. بعد اذنك. وبعدين يا عاطف واخدني على فين؟ تعالي بس خلاص قربنا نوصل. هتوقعني، انا ما بحبش امشي مسحوبه كده. غمض عينك يلا عشان المفاجاه. عاطف لم نفسك، احنا في الشارع. هو اللي لم نفسي؟ دماغك راحت فين؟ غمضي عينك يلا. اوه يا رب نخلص. لا لا لا. ايه؟ هو ايه اللي ايه؟ جايبك قدام محل وفتحه قدامك، هيكون ايه؟ هيكون ايه؟ جايبني قدام حلاق، هتاخد لي دقني؟ وريني كده؟ لا مش محتاج، ثم ده مش حلاق، ده كوافير وبتاعنا. بتاعنا؟ ايوه، انا قررت اجر المحل ده عشان اشتغل فيه انا وانتي، ولا الحوجر حد. بجد يا عاطف؟ بجد يا نسمة. عارفه يا نسمه، الفضل كله يرجع لك انت بعد ربنا طبعا. انت خليتيني يبقى عندي طموح وفكر في مستقبلي، انت اهم حاجه في حياتي، وعشان كده انت عارفه قررت اسم المحل ده ايه؟ عاطف. بالظبط عاطف، مسيو عاطف لاشقر. نعم. ونسمه المزيته. ايه قصدي نسمه المزينه. ما تشد حيلك يا ابني انت، وهو احنا نقضي اليوم كله في الشويتين دول. صباح الخير والهنا يا معلم. لما يا ابني الازاز الوسخه دي واغسلها. الله جرى ايه يا راجل؟ مش بقول لك صباح الخير، ما ترد علي. ايه اللي جابك يا جمالات؟ مفيش، جابر كان قال لي امايل عليك كده في قرشين ويديهم لك لما يخرج من السجن. خلاص كان فيه خلص يا اختي. قصدك ايه يا معلم؟ قصدي ان انا كنت بدفع لكم الاول تحت حساب مهر صابرين، الموضوع اللي قلت لي هتتصرفوا فيه. واحنا لسه عند قولي انت تشتغليني، الموضوع ده كنت باكل منه زمان لما كنت فاكرك ناصحه وتعرفي تخلصي عليها، لكن دلوقتي البنت جات لك متطلقه وجاهزه ومتقشره 100% وما عرفتيش تعملي حاجه، جاي دلوقتي تكلميني بعد ما رجعت له. هو انت عرفت؟ عرفت، امال انت فاكره ايه؟ يا معلم انا بقول لك ايه؟ ما تاكليش دماغي، ما فيش فلوس. وقول لجوزك ورد القرشين اللي عنده على داير مليم. ويردهم لك وهو في السجن ازاي بس يا معلم؟ مش قصتي، تبيع حتتين صيغه، تبيع حتتين عفش، ماليش فيه. كده وتهون عليك العشره يا معلم؟ يا اختي تهون. ويلا يا جمالات بقى اتكل على الله لحسن تتاخري يا اختي. هتطردني يا معلم؟ استني كده لما اشوف. تصدقي بطردك. يبقى احنا كده عايزين ستة. بالظبط، والواحد بستين يبقى ستة في ستة باتنين وتمانين، وهيبقى معانا معانا ايه؟ معانا ايه؟ ستة ايه اللي باتنين وتمانين؟ ايه ده؟ امال ايه؟ اتنين وخمسين. اتنين وخمسين ايه؟ مش مكسوف من نفسك؟ على فكرة انا كوافير حريمي مش مدرس حساب. وهي دي محتاجة مدرس حساب؟ ده اي عيل في ابتدائي يعرفها. ستة في ستة بستة واربعين. ستة في ستة بكام يا فاشلة؟ بستة واربعين يا ابيه. بستة واربعين يا ابيه؟ وايه الثقة اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ والله العظيم انتوا هتجننوني. واحد يقول ب 82 والتانية تقول ب 46، أنا مش فاهم انتوا هتفتحوا محل كوافير ازاي؟ ده محل كوافير يا أبي، إيه علاقته بالحساب؟ يا نهار أسود ومنيل، هو إيه اللي إيه علاقته بالحساب؟ يا ابني لازم يبقى في قسم للحسابات. حلو قوي، بقى مسكه هو قسم الحسابات ده، صح؟ مش كده؟ والله أنا حاسس إن أنا اللي هلبس المحل ده في الآخر. لا ما تقولش كده، ده أنت الخير والبركة، هو إحنا لينا غيرك يا أبي؟ يا سلام. أنا بس اللي هيجنني، أنت إيه اللي خلاك تفكر تعمل محل كوافير هنا في الحارة؟ يعني نسمة مثلاً قبل ما تشتغل في كوافير تفتكر عمرها راحت كوافير؟ ولا عتبته مرة واحدة غير في المناسبات، والمناسبات إيه المهمة غير كده؟ انسى. لو أنا تفوتني حاجة زي كده ما أنا مش هفتحه حريمي بس، هفتحه حريمي ورجالي، واتفقت مع كل رجالة الحارة إنهم يجوا يحلقوا عندي، وخصوصاً عم وطني. وفي كمان مفاجأة، طنط مرات عم وطني هتيجي تعمل عندنا مانيكير وباديكير. يا ابني طنط مرات عم وطني لما بتستحمى بنزفها في الحارة تحت.
والله العظيم. لا بس انت بسم الله ما شاء الله عليك، واضح انك مظبط نفسك وعامل دعايه. ها طبعا ده مشروع العمر اللي هيلمنا انا ونسومه. نسيم الكناري يا عزيز. هو قال 6 ب6 بكام؟ ما قالش. معقوله؟ مدام امال؟ كويس انك لسه فاكر اسمي، ده انا قلت نسيت. اهلا وسهلا يا امال هاني، منوره الدنيا كلها. اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي. ايه يا رضا؟ هتفضل ساكت كده كتير؟ لا يا فندم، بس يعني زيارة حضرتك كانت مفاجأة بالنسبة لي. أعمل إيه؟ أنا مش عارفة أوصلك. أنا كلمت الدكتور عمرو كتير وقال لي إنه بلغك، فقلت أجي بنفسي أشوف ما بتردش عليا ليه. أنا هرد عليك أقول لك إيه بس يا أمل هاني. تقول لي عملت إيه في موضوع شريف؟ يعني شغال فيه. شغال فيه ولا نسيت ونسيت شريف؟ لا ينسى حضرتك ازاي؟ طب ده مالوش سيرة غير الدكتور شريف. مش باين يا مدام. يا فندم الموضوع مش بالسهولة دي. انت عارف من الاول انه مش سهل وان المشوار صعب. لو انت مش قد الموضوع خلاص هات الشنطة وانا اتصرف. شنطة ايه يا فندم؟ الشنطة ما لقيناش فيها غير ايباد مقفول بباسورد وشوية ملفات بأسماء ناس مفيش أي دليل إدانة عليهم. شريف أخويا عمره ما قال حاجة من غير سبب، وبدام كان عايز يقولك على الشنطة يبقى ضروري فيها حاجة تفيدك. ممكن، بس أكيد اللي هيفيدني ده موجود جوه الآيباد، وأنا معيش الباسورد وحضرتك كمان معكيش، وإلا كنت اديتهولي. لا طبعا مش معي. طب والملفات ما وصلتكش لأي حاجة؟ الحقيقة يعني الملفات كلها بأسماء ناس تقيلة قوي، أنا مقدرش حتى أعدي من جنبهم، فما بالك بقى أقرب وأعرف وأفهم. لا وكمان مطلوب مني أجيب عليهم دليل إدانة. يعني إيه؟ ده مش شريف أخويا راح هدر؟ لا هدر إيه بس يا فندم، ما تقوليش كده والله. الحكاية كلها بس إن من ساعة الحادثة بتاعت الدكتور شريف وأنا الظروف عندي كلها متلخبطة، سواء هنا في البيت أو في المستشفى مش ملاحق. انا معرفش اخويا اختارك ليه، بس مادام اختارك عايزك تعرف كويس قوي ان دم شريف في رقبتك انت دلوقتي. عن اسمك راحه فين بس يا امال هاني؟ مادام امال، مادام امال، ان شاء الله لعيب برضو بس بيلعب في برشلونه، لكن رونالدو بيلعب في ريال مدريد. نهاركوا اسود، يعني هتموتوا بعض عشان اتنين مش مصريين؟ يلا مصريين ايه، مصريين ايه، نهاركوا اسود، نهاركوا اسود ومنيل. امشي انت اهو، مصر اللي مش عاجباكوا دي امشي امشي، وديني لو لقيتكم ماسكين في بعض تاني اللي عملكوا استدعاء ولي امر. يلا جري على البيت يلا. ايه يا حبيبتي مال قاعده كده ليه؟ هي ماما برضو لسه ما جاتش؟ لا لسه يا قبلة. هي مالها بقت بتتأخر كتير كده ليه اليومين دول؟ اصلها كانت تعبانه قوي امبارح يا قبلة. والله انا اول ما شفتها حسيت، وحتى قلت لها كمان استني بقى اما نكلمها نشوفها فين. الو، ايوه انت مين؟ مش ده تليفون ام امال؟ ايوه طبعا انا اعرفها، انت مين؟ ايه؟ مستشفى؟ مستشفى ايه؟
صاحبي رضا، عايز اتكلم معاك في موضوع. اسكت يا عاطف. لا مش هسكت، لان الكلام اللي عايز اقوله لك المره دي كلام مهم. ايه الجرأة اللي انت فيها دي؟ انا مش قلت اسكت، انا مش عايز اسمع اي كلام دلوقتي. الكلام اللي هحكيه لك ده مهم جدا، ده عن شكري غياتي. عن مين؟ شكري غياتي، الراجل اللي انا اسمه في الشنطه. اصل الراجل ده عاوز يجي يسهر في الكباريه اللي كانت بتغني فيه قبل صابرين. وانت عرفته منين؟ ها؟ اصل يعني ما طنطا يا عاطف، عرفته منين؟ انت جاي تهنك دلوقتي؟ ما انا خايف اقول لك لحسن تهب فيا. لا قول، ما تخافش مش ههب فيك. اصل الراجل ده كان معجب بقبل صابرين، لما عرف انها مدير اعمالها طلب ان متعرف عليا. معجب بصابرين؟ معجب بس، ده كان بيرايل عليها. نعم يا اخويا. شفت؟ اهو اهو اديك هتضربني اهو. ما هو من كلامك يا عاطف يعني انت عايز تقول لي ان واحد معجب بمراتي واعمل ايه؟ ازغرط يعني؟ وهي سكسس ما فتحت له دماغه. هو ده الراجل اللي انت حكيت لي عنه؟ اه هو. مش كده وبس، ده هو اللي اتكلم كمان مستر زاهر انه رجعها الشغل. هي الحكايه كده؟ ما انا بقول لك لازم تسمع ليه. لو عايز تقرب من شكري غياتي مفيش قدامك غير ابله صابرين والنايت. الو، ايه يا صابرين؟ خير؟ في ايه؟ مستشفى ايه؟ عندنا يعني؟ لا لا، خد انت البت وروحي، ما ينفعش البت تشوف امها في الظروف دي. ما تقلقيش، انا هروح افهم ايه الحكايه وهكلمك اطمنك.